مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من شارع محمد السادس. كيف ما كتشاهدوا هذا الشارع، الاشغال على طول الشارع خالقة عرقلة السير، خصوصا ان السائقين اللي كيمشيو من هنا يوميا طالع لهم الدم. انتم كتشاهدوا معنا، حنا نشاهدوا هذا الشيء في الطريق، جيش الاشغال على طول. هنا الاشغال سالات ولكن تحت مجال الاشغال مستمرة. تشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر. السائقين كيطلع لهم الدم، كيتعصبوا بسبب هاد الاشغال، النفسيه ديالهم ما كتكونش مزيان. نتوما كتشاهدوا معنا، وخصوصا ان هاد الاشغال كتاخذ واحد الوقت طويل بزاف باش انها تسالي. كتشاهدوا معنا الطريق، طريق عامرة، طريق عامرة بشارع محمد السادس، خصوصا ان هنا غيكون الخط الثالث من سكة الترامواي، دونك لي طرافو راه مستمرين. كاين غتكون القنطرة يعني على طول الشارع، كاينين الاشغال يعني من ضرب عمار حتى الطريق مجونة، كاينين هاد الاشغال. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي ومتابعي قناة جوف تيفي في هاد المباشر. نتمناو من الناس المسؤولين عن مدينة الدار البيضاء والاشغال في مدينة الدار البيضاء انهم يسرعوا الوتيرة ديال هاد الاشغال. داكشي علاش الطريق عامرة على هاد الشكل هذا. كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي في هاد البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، الطريق عامرة وهاد الشي كامل العرق، الأشغال اللي كتسبب هاد العرقلة هادي وهاد الوضع اللي كيف ما كتشاهدوا معنا. مشاهدي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا المباشر، كنشكركم على حسن المتابعة، كنشكركم على حسن التفاعل ديالكم، ونتلاقاو إن شاء الله مباشر آخر، موضوع آخر. بسلام عليكم ونهاركم.